فين الواد؟ في صحتك يا معلمه. بقول لك فين الواد؟ الواد موجود عندي في الحفظ والصون. ما جبتوش معاك ليه زي ما اتفقنا؟ اتفقنا؟ هو احنا اتفقنا على ايه يا معلم؟ تسلمني الواد وتستلم فلوسك. انسى يستحسن يا معلم تنسى الكلام ده خالص. ما تتكلم دغري امال. بصراحه بقى المبلغ الهايف اللي اتفقنا عليه مش لازمني. امال ايه اللي لازمك يا روح امك؟ من غير طولة لسان وقلة ادب يا معلم. شوف بقى ما اقولك، انا عايزك تجوزني ثانية بنتك الهبلة دي، وكل اللي انت كاتبه باسمها تكتبه باسمها. ده انت اكيد اتخبطت في نفوخك. انا لا يمكن اوافق على حاجة زي دي ابدا. خلاص يا حبيبي انت حر، بس انا بقى ما اقدرش اتنازل لك كمان على ابني اللي من لحمي ودمي. انت بتعرف تقول ايه؟ فين هو التكتاك؟ معذور، ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. الواد ابن زناد ده يا حبيبي اللي قلبك متشحتف عليه يبقى ابني انا. اخرس على لسانك، ده انا اقتلك واقطعك حته لو قلت الكلام ده تاني. انت لازم تعرف يا معلمه ان زناد قبل ما تجيلك هنا كنت بروح لها اوضتها في بيت السكريه. كداب كداب، انت كلب وابن كلب كمان. انت راجل خروف لا تقدر تخلف ولا نيله، واذا كانت قدرت تضحك عليك انت يا حبيبي ما تقدرش تضحك عليا انا. الوقت قبلي بقول لك كداب. فوزيه فوزيه، المعلم فين؟ ملك الدنيا ترد عليا الاول فين؟ لسه ما جاش يا ابن عمي لسه ما جاش. هو اللي اسمه مدحت العفريت ده؟ معرفش، هو من ساعة ما جه ودور الشغل محدش شافه. هو كمان يا لهوي. يا دينار يا دينار. جيت يا زينات؟ الحمد لله، انا كنت هروح لك. خلاص يا زينات هنتجوز ونعيش سوا انا وانتي وابننا. هسميه البرنس على اسم ابويا، انا هكتب له كل حاجه. ابني فين يا معلم؟ اطمني يا زينات، ابننا هناك عند اخت الكلب ده في ام الخليج. تعالى بقى يا حسن، فوزي اللي هتقولي على الوالد. تعالى يا حبيبي يا ابني، كانوا هياخدوا مني، كانوا هياخدوا مني يا حسن، كانوا هياخدوا مني. الحمد لله الحمد لله على سلامته يا زينب. يلا بقى عشان البرنس هياخد برد. برنس؟ مين اللي قال ان اسمه البرنس؟ ده اسمه حسن، مش اتولد على ايديك وهيتربى على ايديا. يا حبيبي يا حسن، يا حبيبي يا حسن.